بعد الوعكة الصحية اللي تعرضت ليها الفنانة الكبيرة طبعا أنغام، نجوم الفن يدعمون الفنانة أنغام. طبعا الفنانة أنغام فنانة كبيرة جدا ومحبوبة جدا في الوطن العربي، سواء من الوسط الفني أو خارج الوسط الفني. وطبعا بعد تعرضها للوعكة الصحية خلال الأيام اللي فاتت، دعمها عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، والفنانة إليسا، والفنانة أصالة، وأخيرا الفنانة شيرين عبد الوهاب. وهم دعموا الفنانة أنغام ودعوا لها بالشفاء العاجل. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.